مش ممكن، انا ما شفتش كده. عمال ينطني في كل حته ويطلع لي من تحت الارض زي الشيطان. يا وليه يا وليه، ما تبقاش طولت اللسان، احنا في مكان معتبر. هتجن يا وليه، هو انا يعني الراجل ده عملت له حاجه ولا كنت احتجيت بيه؟ ما هو اللي بلطج عليا وشافتيه اللي بيعمل بلطجه وبيكلمني في الواجب وفي الاصول. اياكش يكون يا ستي ومحافظ القليوبيه، هعمل له ايه يعني؟ اسمعي انا هقول لك. اسمع، عبير عامله ايه؟ البت عامله ايه؟ لا محدش جه. انا اسفه، سوري. اهلا وسهلا، اتفضلي. انا بابا عبير والدها يعني. اهلا وسهلا. بعد اذنك ممكن اخد حاجتي؟ اتفضلي، ده احنا نزودها. بقول لك بس طب نعمل لحاجه يعني الشاي بالخمسين. متشكره قوي، ميرسي. ممكن اخرج لو سمحت؟ اخرج لو سمحت؟ لا لا، نعم لا لا لا، ارجوك ما تنرفزيش لو سمحت. ثانيه واحده. ايه يا اسطى فاروق، انت سحابه الدخان اللي عاملها دي ايه؟ انت قاعد في غرزه ام عاطف؟ طب ما انا يا عم. انت ايه، مش تروح تشوف بنتك؟ عماله تسال عليك من ساعه ما فات. طب ما لازم انا اشوفها. طيب اخويا يلا خف نفسك، انت هتخرج بالسيجاره اطفيها وتفضل روح شوف بنتك. يلا اهو. شكرين، مع السلامه. يلا يلا يلا. ايه اللي عملته ده دلوقتي يا دكتور؟ ايه اللي بعمله؟ بتتصرف زي ما تكون طالب في سكشن كليه وجاي توزع الناس اللي حواليك عشان تنفرد بواحده زميلتك. الراجل ده هيقول عليا ايه دلوقتي؟ راجل مين ده؟ على ما هيوصل لغايه الاسانسير هيبقى نفسي. انا ماليش دعوه باللي انت بتقوله. لا بقول لك ايه حضرتك بقى لو سمحت، يعني اسمعيني. انت ست مثقفه وست اعلاميه وبتنادي بحريه الراي والعداله والديمقراطيه. اللي انا افهمه اللي يقول الكلام ده للناس يطبقه على نفسه الأول، يا إما يبقى منافق. وحضرتك عايز مني إيه دلوقتي؟ عايز أستخدم حقي في الرد على الاتهامات اللي أنت وجهتها لي في الجورنال بتاعك من كام شهر. هو ده مكان يناسب مناقشة زي دي؟ والله هو ده بقى اللي اسمه مبدأ تكافؤ الفرص. أنت لما هاجمتيني آخر مرة كان فين؟ مش في مكان شغلك؟ مش في ملعبك؟ وسمعتيني ما في الخمر وما اديتنيش الفرصة ان انا ارد عليكي بنص كلمة، صح ولا لا؟ طيب دلوقتي بقى انا اخترت نفس الشيء، مكان شغلي هو ملعبي، ومن حقي بقى دلوقتي ان انا ارد عليكي وادافع عن نفسي واقول كل اللي جواي. حقي ولا بتجن عليكي؟ حقك طبعا، بس انا عايزاك تسترد حقك الطبيعي من غير ما تظلم نفسك. يعني أنا هاجمت شغل حضرتك وانحرافاتك المهنية على صفحات الجرايد، يبقى لازم تسترد حقك بنفس الوسيلة، مش في مكتب ولا في أوضة في مستشفى. مصلحة الناس هي بؤرة الخلاف اللي بيني وبينك يا دكتور، يبقى لازم الناس تشترك في مناقشة زي دي. وإذا كنت أنا مستغني عن رأي الناس دلوقتي؟ طبعاً يا دكتور، مش غريب عليك. وهو اللي بيدوس على أرواح الناس هيشغل باله برأيهم؟ بيدوس على أرواح الناس؟ أنا بدوس على أرواح الناس؟ أنت إيه أنت يا ست؟ أنت إيه؟ أنت برنامج إلكتروني متصمم على فكرة واحدة، مستحيل إنه يقبل أي فكرة غيرها؟ الردود اللي عندك جاهزة على اتجاه واحد؟ ما تقدريش تغيري دماغك أبداً؟ يا بنتي اللي أنا أقصده إن اللي يهمني دلوقتي هو رأيك أنت، مش رأي الناس يا ملك. رأيي يا دكتور، انا ما فيش بيني وبين حضرتك اي علاقه من اي نوع، لا ود ولا خصومه. لا في ان انا شفتني
شفتك في التلفزيون في الحلقة اللي كنت عاملاها مع بيرو وصدقتك، صدقتك قوي يا ملك. أول مرة في حياتي أشوف حد بيكلم الناس على الهوا بكل البراءة والصدق ده من غير ما يمثل عليهم، من غير ما يستدر عطفهم، من غير ما يكون له غرض. صدقتك لدرجة إن أنا قلت لنفسي ساعتها قد إيه أنا كنت مخدوع قبل كده، أما كنت فاكر إن كل بتوع الجرايد والإذاعة والتلفزيون دول بايعين كلام وسماسرة فضايح وتجار فكر فاسد. ساعة واحدة بس شفتك فيها زلزلتني، قلبت كياني. كتير عليا بعدها ان انا ادور عليكي علشان اديلك وردة بسيطة اقولك متشكر، اعترف بجميلك عليا، اقولك الحمد لله على السلامة. طب انت ايه حكايتك دلوقتي؟ انا مش قادرة ترجم الكلام العجيب ده ولا احط له اي عنوان من اي نوع. هو انت الاحساس عندك لازم يكون له عنوان؟ احساس؟ لا انا اقصد يعني ال وانا هستنى لما تقصد. لا يا دكتور ستوب، لحد كده والكلام هياخد منحنى مش ظريف ابدا. حافظ على الجزء الصغير اللي باقي من احترامي لحضرتك. اوعى تفتكر ان انا عيله غلبانه زي عبير فاروق هتستدرجها بكلمتين نعمين من بتوعك علشان تقع في غرامك وتتعيم عن جرايمك. جرايمي؟ ايوه جرايمك. ويكون في علمك اللي حصل لعبير من تحت ايدك والمرض الفظيع اللي اتنقل لها في المستشفى بتاعتك انا عمري ما هسكت عليه. انت بتقولي ايه؟ بقول اني مستحيل انخدع لحظه واحده بان وحش زيك ممكن يشيل في صدره قلب بني ادم عشان يحس ويتاثر بيا وباللي جرالي. وعايزه اقول لحضرتك كلمه اخيره. بدل ما كنت تتاثر قوي بالاسلوب الساحر اللي انا اتكلمت بيه في البرنامج كان لازم تفكر مليون مره في الراجل اللي انا اتكلمت عليه وشرحت حكايتي معاه. يمكن تتعلم منه اي حاجه وتعرف مين بيدي الناس من غير تمن ومين بيسرق حياتهم وبيقضي عليهم. الو؟ ايوه يا دكتور، معلش انا اسفه ازعجت حضرتك معايا. لا ما هم قالوا لي في المستشفى ان حضرتك مش هتقدر تيجي النهارده. ميرسي يا فندم، ربنا يخليك. هو موضوع بسيط الحقيقه، يعني تقدر تعتبرها استشاره طبيه سريعه كده بس مهمه جدا، وما اعتقدش انها تنفع في التليفون. اه طبعا يا ريت. طب اجي لحضرتك فين؟